لفترة من فترات لإلك. هاي هشام، هاي مارو، كيفك حياتي؟ أنا عندي أسئلة بدي أسألك إياها. هلا بدي أبلش بأول سؤال. إتس فخ، أوكي؟ سو بدك تنتبه على جوال. السؤال بيقول كم مرة حبيت قبلك؟ ندى بتقول لك سؤال فخ، بتقول لك إتس فخ. It's a trap. هو كل أسئلة النسوين فخ. إيه. هني مثلاً بحد ذاتهم فخ. كيف؟ بدك تأكل بيبي بالليل عارف شو تجاوب بالنهار. إيه. يعني هو ذاته الجواب بده يكون. نكون واضحين. كم مرة حبيت قبل ندى؟ عم تسألك. هي بتعرف أشياء كتير ندى عني، بتعرف أكثر من اللازم. شو؟ يعني أنا حب الحقيقي. عم تسمع دقات قلب إيه؟ طب. ليك في حب المراهقة. يمكن منقول أحيان إنه هيدا مش حقيقي بس مبالغ حقيقي وبيكون كتير. كتير قوي او حالك باغاني حب المراهقه ايه ايه. واشعار اكيد دائما دائما بس فعليا هني مرتين تقريبا مرتين حبي ندى بتعرف انه مرتين حبي ولا هلا ايه. عم تعرف لا لا يعني الليله بتنام بالبيت لا لا حنضمنها انه ننام بالليل الليله بتنام بالبيت ايه. طب تاني سؤال سؤالي التاني بقول اذا اجى النهار مشيت قلت لك بطلت حبك بتركني روح اتفخ كمان اذا هيدا 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 افخ من الافخ هيدا افخ من الفخ الاول كنت مهيد لشيء هيدا مش عارف لا يا خي ان شاء الله بعيد الشر ما يكون وجهنا الا خير عليك لا اكيد بتقول لك اذا شي نهار بطلت حبك بتخليني روح اذا بتعني الكلمه اكيد بقول لها روحي بس بشك انه يوم من الايام تعنيها هالقد واثق من حبك لك اي لا لانه بتعرف كمان بتعرف حبي انا تعرف حبي انا غلطنا وما اجت معنا على الاستديو اليوم ما بتحب انك ما بتحب انك ما يعني ديجا طلعاتنا كثيرة بس ما بنقصدها ايه مش كثير يعني تتجنب انه مثلا يمكن عندك مقابله تطلع ندى معك خلينا نكون صريحين تفضل وهي كمان ما بترتاح كتير.